وإذا أنا في جدية، لأني أنا كنت بفتح قناة لولدي، كنت بسوي له شيء محتوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع يا جماعة الخير، الله يعطيكم ألف عافية. حرفيا شكرا على الدعم الجبار والكومنتات الإيجابية والعدد اللي قاعد يزود بشكل مرة قوي لأبعد درجة. الله يسعدكم يا رب، قسم بالله العظيم شيء هذا يسعدني ويحمسني. الشيء الثاني والله العظيم ما بقى إلا شوي عن يعني 100,000، تكفون إني طالبكم، تكفون إني طالبكم يا جماعة الخير، باقي شوي على 100,000 والله العظيم شيء. جيب المايك تعال، باقي شوي على 100,000 يا جماعة الخير. احتفاليتي في 100,000 هذه تعادل 500,000 متابع. قناتي الأولى اللي راحت وهذه القناة، قسم بالله العظيم ما توقعت إني يوم من الأيام إني راح أوصل بالقناة هذه لهذا الرقم. شكرا على محبتكم الدائمة، شكرا على الكل شخص قاعد ينشر، كل شخص يشوفني في الشارع يسلم علي، يا أسامة كيف حالك، استمر شيء. هذا والله العظيم قصة ثانية. تكفون اشتركوا خلاص، باقي كم باقي شوي على نهاية السنة، 15 يوم 16 يوم، باقي لنا 9,000 متابع. تكفون اشتركوا وفعلوا جرس التنبيهات ونبدأ في الشيء الثاني. الشيء الثاني جماعة الخير في الآونة الأخيرة في ناس قاعدة تلعب على ناس باسمي، بخصوص اللي هي سلسلة مزاد المطفرين. طبعا في ناس كثيرة ما تدري ليه أسامة أصلا طلع رقم جواله في المقاطع اللي فاتت، كانت في كثير كومنتات أسامة يا غبي أنت حاط رقم جوالك، ليه حاط رقم جوالك؟ ويتصلون ناس كثيرة. سبب اللي كان مخليني أطلع رقم جوالي في أول مقطع من السلسلة عشان ما حد يلعب عليكم، عشان تعرفون الرقم اللي راح أتصل عليكم منه. المرة الثانية طلعت لكم رقم جوالي ورقم حسابي البنكي واسمي، يعني خلاص انتهت السالفة. ترى الشيء اللي قاعد اسويه هذا والله العظيم انه مو غباء، عارف اني ضحيت برقمي الاساسي اللي دائما اتواصل فيه مع الناس، ولكن سويت الشيء هذا عشان ما حد يتاذى بسببي، لاني محاسب امام الله سبحانه وتعالى على الاشياء اللي قاعد اسويها، فالله يسعدكم. يب هذا هو صدق الشيء اللي كان مشغل مخي الفتره اللي فاتت. المهم في هذا المقطع ما ندري كم راح نوصل من عدد لايكات، اتمنى من كل شخص يشوفني الان يضغط على زر اللايك، اشترك في القناه ويفعل جرس التنبيهات، والله العظيم ما ادري ايش راح اسوي في ال 100,000 الجايه، على اني قد وصلت 100,000 200,000 300,000 بس ما احتفلت، بس اتوقع ربي كاتب ان هذه القناه راح تكون قناه اقوى من القنوات اللي فاتت. طيب فكره مقطع اليوم يا جماعه الخير، اتوقع الفكره معروفه اللي هي مزاد المطفرين. كثير منكم كان يتمنى اني انزل سلسله مزاد المطفرين في الايام اللي راحت، كلكم متحمسين من اكبر شخص الى اصغر شخص، والكل يقول اسامه اتمنى اني اخذ الشيء هذا. طبعا الشيء اللي اسويه هذا ترى حرفيا شيء واقعي، وانا محاسب على هذا الشيء. الشيء اللي اسويه اني انجبرت اسوي هذه السلسله في الوقت هذا، السلسله هذه انا كاتبها في الدفتر انها بعد شهرين مفروض، بس اني استعجلت بسبب ما كان في العاب كثيره. المهم ما ابغى احرق عليكم الشيء هذا كله، في سلاسل كثيره راح تكون داخل القناه، كل يومين او 3 ايام ساعة 5 العصر او 6 او 7 راح يكون في مقطع، شيك على الوقت هذا عشان تعرف المقطع اللي راح ينزل يعني في الوقت هذا. فكرة مقطع اليوم يا جماعة الخير راح تكون انه راح اعرض قناتي القديمة اللي كان فيها 300,000 متابع، راح اعرضها في موقع حراج بسعر 30 ريال. طبعا لا حد يفهمها انه اسامة وش تبيعنا انت، لا القناة هذيك توقفت يا جماعة الخير فيها تحقيق الربح، بس انها تجيب مشاهدات، يعني تجيب 10,000 15,000 20,000 مشاهدة. ممكن الشخص اللي يشتريها هذا يكون حاب يبدا يوتيوب وتساعده هذه القناه انه يكون يعني شخص عنده بدايه حلوه، فعشان كذا عرضت القناه هذه في حراج. اول شيء راح نسويه نضغط كذا بسم الله الرحمن الرحيم، نروح موقع حراج جهزنا الحساب حقنا. طيب راح اول شيء ناخذ صوره او لا ما راح نصور عشان ما يعرفون اني انا فيوار اللي قاعد اصور حرفيا. لا راح اكتب بس اعلان. وش راح نسوي؟ راح اعلمكم طريقه بس لا تعلمون احد، اوكي؟ لا تعلمون احد، اتوقع كلكم تعرفونها. شو تسوي؟ تسوي كذا. طبعا هذه تنفع بس في اللي يعني جوجل كروم، تمام؟ اسم القناه تغيره، مثلا شو نحط اسم قناتنا؟ نحط مثلا فهد الدوسري. ارحب يا شيخ فهد الدوسري القحطاني. لا لا مو فهد الدوسري ولا القحطاني، مكس هذا صار. لا ديزر، ما ادري ايش ديزر. يلا بسم الله، اتوقع الاسم حلو. بسم الله، ترى تغير اسم القناه. بسم الله الرحمن الرحيم، بعد نسوي كذا، نصور الشاشه ونسوي كذا. طبعا لازم نغير الصوره هذه، فراح نفتح الله يسلمكم، يعني بما اني خبير في برنامج الادوبي وامتلك شهادات كثيره في برنامج الادوبي بريمير، فعندي خبره في المونتاج والاخراج والتصوير. ندخل الله يسلمكم على الفوتوشوب، بعدها ندخل نيو. الله ايش رايك في صوره المقطع اللي فات؟ ما له دخل اتوقع، بس انها عجبتني. ايش رايك في الصوره؟ حلوه صح؟ طيب نروح الله يسلمكم
المنيو ونحط الصورة جديدة ونحط الصورة اللي قبل شوي. نحاول نغير الحين الشعار. طيب وش نسوي شعار؟ ندخل جوجل نكتب اسم فهد، ممكن يطلع لنا واحد اسمه فهد. فهد صورة؟ لا مو فهد هذا، الله يرحمه يا رب. اي اتوقع هذا فهد بن شميمي. وش هذا؟ كورونا الفنان فهد بن شميمي، والله هذا اتوقع انه معروف مره. طيب سيف، بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله انها تركب عاد. طيب نسوي كذا حتى ان شاء الله انها تطلع. تجي مقاسه ان شاء الله. لا والله ما راح تجي مقاسه، ثواني. اوكي كذا مقاسه اتوقع. نجي نسحب الصوره نحطها هنا، نصغرها كنترول تي. الله يا التزوير، الله الله يا التزوير، عينك التزوير. نكبرها كذا، اتوقع انها طبق الاصل صح، مو باين شيء صح. صح يا جماعة الخير، مرة مو باين شيء. طيب الحين نحفظ الصورة هذه وننزلها في حراج، بسم الله. طيب بعد نروح الحراج. طيب عرض دباب، عرض عقار، عرض عقار الجار، عرض جهاز للبيع، عرض أثاث، عرض مشاة، عرض سلعة غير مصنفة. يب تعهد استمرار. المنطقة نحط الرياض، مدينة أرحب يا الخارج، أهلا وسهلا. طيب بعد الاستمرار يا جماعة الخير، مثال هوندا، لا نكتب قناة فيها 300,296,000 متابع جيمينج. كل حراج خدمات. طيب اخبارك من الجوال، ناخذ هذه قناة فيها ذا. طيب وبعده ننتظر يا جماعة الخير رسالة الإعلان، الانتقال للإعلان. طيب الحين راح ننتظر رسائل اللي في الخاص. طيب يا جماعة الخير عشان نتخلص من سواليف حراج، راح ننتظر أول شيء الرسائل راح تجي في الخاص. أوه نسيت أكتب السعر، السعر نسيت أكتبه. طيب دقيقة تعديل ب30 ريال فقط. طيب حفظ، سوينا له حفظ. الحين اي شخص يجيني راح احوله على طول الواتساب، وراح ننتقل الواتساب عشان تسجيل محادثات الواتساب افضل واحلى جوده. فليتس جو يا جماعه الخير. طيب يا جماعه الخير الحين فتحنا الوات. في ناس كلموني قالوا ذا، قلت لهم تعالوا واتساب، سميت كل واحد باسم عشان ما نسوي اذيه مثل ما سويناها في المقطع الاول، طلع رقم واحد وتاذينا. فننتظر رسائلهم في الواتساب، وننتظر الله يسلمكم رسائلهم برضه في حراج. فراح ننتظر، راح نعطيهم وقت لين ما يجون. طيب يا جماعة الخير هنا جانا أول شخص كاتب عارض قناة يوتيوب للبيع، نكتب له تفضل. تفضل حياك الله، تفضل. كم المتابعين بالقناة؟ 269,000. نسوي له كذا ونحط له الصورة اللي قبل شوي حطيناها، وإرسال. يوم الصورة مزورة بشكل لا يوصف حرفيا، ما شاء الله كاتب. أوكي ما شاء الله. وكم سعرك؟ بكتب له مكتوب في وصف المنتج سعري. أتوقع أنه مصدوم، مو متوقع أن مبلغها زي كذا، أتوقع أنه مصدوم مرة. يب عارف بس حسيت السعر غلط أو شيء، قلت أتأكد منك. لا السعر حقيقي، والله العظيم ما حد لا السعر حقيقي، والله كويس سعرها. طيب شوف انها تستاهل مع ايميل الاسم. يحسب فورتنايت الجيميل. يب تشوف انها تستاهل 30 ريال ولا تجيب اكثر مع هالجيميل؟ يب معها، هذا يحسب انها حساب فورتنايت حرفيا. هذه اسعارها بالصراحه. اوكي هذا صار 30 ريال صح. اوكي لاني ما ادري ممكن تجيب هذا يطقطق، هذا يستهبل، هذا يجدول، بس ما ابي اظلمك بعطيك 50. طيب اوكي لاني ما ادري كم سعرها. لا ابي 30 خسي. قري يا قري، يقول تستاهل 50. لا ابي 30. بس اتصل علي، لازم يتصل عشان الناس. يب نتوكل على الله، بس اتصل عشان اوكي هذا بيشتري اتوقع، بس اتصل عشان نتفاهم. انا لازم اتصل عيال، لازم اسمع صوت، اتصل عشان نتفاهم. واعلمك كل شيء. فيها فلوس ولا مضمون القناه؟ او هذا يعرف في القنوات. اوكي مضمون القناه، فيها فلوس؟ لا ما فيها شيء. عليها سترايك، عليها سترايك، ما دخل فلوس. اوكي عشان كذا تبي 30. يب عشان كذا ب 30 ريال، والله العظيم انها يمكن تجيب 10,000 او 15. خلاص باخذها منك. طيب اتصل عليه. ترى القنوات غاليه عيال في يوتيوب، قنوات مره غاليه. واشكرك على صراحه حبيبي، هذه ذمه يعني، سواء كان سعرها قليل او لا بس تعتبر ذمه حبيبي. اتصل علي نتفاهم. طيب اتصل، ممكن ايميل باس الله ليه. اتصل علي نتفاهم، ابغى اسمع صوت والله. ممكن ايميل والباس الله لا يهينك، هذا مره حرفيا ما يستحي يعني، توه ما حول ويبغى ايميل وباسورد. طيب ممكن تتصل علي.
الله لا يهينك يعني ممكن تتصل، لاني احتاج شخص حرفيا يتصل علي عشان اتفاهم معاه عشان اعرف وش وضعه. بحول لك الفلوس الان وارسل لي الحساب. طيب اتصل علي يا اخي، ابغى شخص يتصل يا اخي. لا لا ابغى، طيب اتصل عشان نتفاهم يا اخي، عشان نتفاهم. طيب اتصل عشان نتفاهم صدق، اتكلم انا والله من جدي، والله ما عندي رصيد. طيب انا ابي شخص يتصل علي. اخوي جنبي نايم ما اقدر اتكلم. طيب مو ذنبي والله مو ذنبي يا عيال، مو ذنبي. ارسل القناة بتأكد. ارسل القناة، ما اقدر اعطيه رابط والله ما اقدر، اذا صدق ولا كذب او كذب. بقول له والله صدق ما اقدر اعطيه الرابط. القناة صدقية يعني فيها مشتركين. اذا تبي صل الله يسعدك مع السلامة. ابغى ناس تتصل. معليش المقطع هذا ابغى ناس تتصل، المقطع هذا بس ابغى ناس تتصل، ابغى ناس تكلمني الو، ابغى اشوف هو صغير كبير، لان قهرني يوم قال 50 ريال. الحين يجيك واحد بالكومنتات اسلوبك ما ادري ايش، حرامي شكلك. والله اتوقع الحمد لله انها ما جت من اول مره يعني، عشان ما يطول المقطع زياده. يلا عطنا الثاني. اوكي الله يستر عليك. خله ينحجر اذا شاف احد شريها، خله اذا شاف المقطع هذا برسل له المقطع هذا، لاني شفت في الكومنتات ناس يقولون اسامه بعد ما تبيعها ارسل القناه للناس اللي كانوا يقولون كذاب انتم زي كذا. والله العظيم ان في مكالمات انها سب، ناس تسب بس ما اقدر اعرض لكم اياها. في ناس تتصل وتسب، يدخلون في العرض، يدخلون في اشياء كثيره بس ما اقدر اسوي شيء. واستغرب في ناس تكتب في الكومنتات ما خليك محترم مع الناس قاعد تستغفلني، يعني زي هذا يقول لي 50 ريال، فأكيد إني بأجلد أبوه، أكيد إني بتكلم معاه لأنه ما احترمني، قاعد يكذب علي. فيب نشوف، ننتظر عاد شخص ثاني. أوكي يا جماعة الخير، جانا زبون. حرفيا والله إني دخت، كلموني ناس واجد يبغونها، بس يا عيال راح أعرض لكم يعني الأفضل حرفيا. ناس كثير يكلموني، في ناس تسب، في ناس ما لومهم، بصير ساكت ما راح أتكلم. عليكم السلام. اوكي في شخص ثاني برضو كلمني، دقيقه بس نحدث الواتس. عليكم السلام، انت عارض؟ يب. في حراج؟ اعلان في حراج؟ يب. طيب وفي واحد ثاني يقول مرحبا شيخ كيف حالك، السموحه مكلمك هالوقت بس اعلان يوتيوب فيه 300,000، هذا الاعلان حقيقي؟ يب حقيقي. طيب راح نسولف مع واحد ونترك واحد. طيب قناه كم حدك فيها؟ 30 ريال. ليه ما حتصدق انها 30 ريال؟ والله العظيم 30 ريال. هذا لازم اقفل، كيف اقفل الصوت من هنا؟ وهل وهميين ولا لا حقيقي. طيب نشوف الزبون اللي قبله، زبون رقم 4، متابعين عرب او ايش القناه؟ يب عرب وقويين، وربي قويين مره. اشبع لكم انا. لا حقيقي، قناه من خلني اخلص واحد بعدين اروح للثاني. القناه من 2017. يا عيال كيف اقفل الصوت؟ لوكي ما ابغى اشعارات. اخوي خلنا نكون واضحين، كيف قناه فيها 300,000 وتبيعها ب 30 ريال؟ والله في واحد قاعد يحرقني فوق، ثواني. اتوقع هذا سعرها. يب اتوقع هذا سعرها. سعرها حبيبي، معليش كيبوردي انجليزي. سعرها، شوف اخوي، هذا زعلان، هذا ايش في زعلان علي؟ اي زبون رقم 9 حبيبي، انجاد ولا تضيع وقت. ثواني، اذا زبون رقم 9 نروح لزبون رقم 4. ها اسلوبك يخوف. عرب قويه مره، انجاد ولا تضيع وقت حبيبي. جاد، تبي تشتري؟ تري، لاني محتاج 30 ريال الان. يلا انا ببدا اسوي قناه جيمنج. الله يوفقك. يب هي جيمنج اصلا، هي جيمنج. طيب نرجع لزبون رقم 4. طيب ليه ترد بالقطاره؟ لان في هذا ما يستحي. ركز معي، كلمني سريع انا جاي. طيب لان في ناس تكلمني، مو لحالك، احترم عاد، كلمني، في ناس تكلمني. تبيها ولا خلصني؟ اجيك نخلصها الان اذا فاضي. بقول له طيب شوي، اخلص واحد وبجيك. طيب اخلص واحد واجيك. تبيها ولا موقعك الان؟ طيب ثواني هذا لازم اخلص. وعمري 13 وابي اطلع فلوس من اليوتيوب. ها فاهمين اليوتيوب غلط، اكثركم فاهم اليوتيوب غلط. هذه القناه ما تطلع فلوس. تقروشت عيال، اثنين يكلموني في نفس الوقت ما احب. عمري 13 وابي اطلع فلوس من اليوتيوب. هذا ولد صغير مسكين، والله يرزقه يا رب. هذه قناه ما تطلع فلوس، يا الله يهديه. تكفون يما، يتصل. شوفوا يحرق. هذه قناة يا الله، خلنا اشوف شبي باخذها. طيب دقيقة يما، هذا بيحكي يما. يتصل ليه تتصل؟ لا تتصل. هلي عندي هذا يوم اللي يكتبونه. هلي عندي، غني بقول له لا تتصل، هلي عندي. خلنا نشوف هذا اول شيء، ما في مشكلة، هذه قناة ما تطلع فلوس. طيب اتصل علي، اتصل، اهم شيء سهر.
طيب اتصل اتصل. طيب اتصل علي نتفاهم. فاهم. ممكن ترد علي سريع؟ هذا والله عيال فقع راسي. زبون رقم 4. خفت انك تبيع حاسف. ممكن ترد علي سريع؟ ثواني في واحد قبلك. ثواني لي نص ساعة مسجل. لي نص ساعة قسم بالله العظيم او 20 دقيقة مسجلة عشان اكلمه. مسجل عشان اكلمه. قلت له تواصل معي واتس. بتواصل معي بعد 20 دقيقة. ينتظر. الله. تعطيني كل المعلومات وبعدين احول لك 30. لا. تحول وبعدين اعطيك. وبعدين اعطيك. اعطيك. ليش اتصل تعطيني المعلومات واحول لك؟ لا. انا ابي احد يتصل عشان نتفاهم. ليه تخافون تتصلون؟ فاهم. يا الله هذا شعاراته واجد. انا يوتيوبر قناتي فيها 120,000. تبيع ولا تبيع ولا بس محتاج قناه ثانيه. طيب الله يوفق. طيب الله يوفقك. خلني اساله وش اسم قناتك. وش اسم قناتك؟ وش اسم قناتك؟ لا كذا بيحس اني طفل صح. اكيد انك تعرفني. وش اسم قناتك؟ يلا خلنا نشوف. ونرجع لزبون رقم 9. قاعد يكتب زبون رقم 9. نرجع كله بيكتبون. الله حلو 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 حلو. خلنا نشوف هذا. طيب بسأل بابا برد عليك. تمام الله يخلي لك غاليك. بيعني وبعدها بتعرف. وش يعني قلت اليوتيوبر عندك 120,000 يعني اصير مخفه وابيعك ولا ايش؟ يا كثر الناس اللي عندهم متابعين ولا يخافون الله يا اخي. ما تفرق يعني. والله اني هذا كلام جاد. والله العظيم صدق. دقيقه وقف صوت الاشعارات. والله العظيم يا كثر الناس اللي عندها قاعده جماهيريه واذا شفت شيء منها تتعب منها حرفيا. تسوي اشياء شيء بالراس. وما ابغى اتكلم كثير لاني احس اني بجرح احد. انا ساكت. طيب بيعني وبعدها تعرف. هات الايميل والقناة والباسورد واقول لك من انا. لا تبي اتصل علي. اتصل علي بعرف. اي ابغى اتصل علي عشان اعرف من صوتك. تبي اتصل علي ونتفاهم. يوتيوبر قاعد شكرا. وش هذا ما يبيها ولا تبي القناة؟ طيب نرجع لزبون رقم 4. شتتكم انا بين زبون رقم 4 وزبون رقم 9. لا تبي اتصل علي ونتفاهم. حرفيا ابغى احد يتصل. اللي بيتصل راح ياخذ القناة. ما اقدر اكلم الان. وش السبب؟ مش كلكم ما تقدرون تكلمون الان؟ اوكي اذا تبي تبيع بشتري. لا وقت متاخر. الله يوفقك. الله يوفقك. اوكي كلمني زبون رقم 4. ممكن ترسل لي اسم القناه اشوفها. ابوي يتغذى. يتغذى ابوي يتغذى بس يخلص يكلمك. ابوي يتغدى. اوكي غدا. اوكي اوكي ابوي يتغدى. معليش ابوه كان قاعد يتغدى. اسم القناه وش سميناها احنا؟ خلنا نرسل له الصورة. نرسل له الصورة وقول له ما راح تطلع لك لأنها مخفية. ما راح تطلع. ما راح تطلع. تطلع لأني مخفيها. لأني مخفيها. ما راح تطلع لأني مخفيها. هذا أرسل لي يا جماعة الخير. بكلمك الصبح وأتمنى تحجزها لي. على خير. على خير. على خير حبيبي. على خير. ما راح تطلع لك لأني مخفيها. يما عارف أكذب والله. بقول لك الصراحة. يلا قول لي الصراحة. هذا جاي يفضفض لي والله العظيم. من أول محادثة له يبغى يفضفض لي. يلا قول لي الصراحة. وش الصراحة؟ وش؟ أنا أقول له وش الصراحة حقتك يعني. أنا ما معاي إلا 11 ريال. أخي طقطق علي ذا والله العظيم. وبشتغل فيها وبطلع لك مبلغ الباقي. ها وبشتغل فيها. هذا والله ينسى. هذا اللي قال صغير. هذا قال اي عمري 13. اوكي لا هذا عمره 13 ما اقدر اقول له شيء. اشتغل فيها ما اقدر. ما اقدر. اقدر. الله يوفقك يا حبيبي. ما اقدر. الله يوفقك يا حبيبي. ثواني بس اعطي هذا. احذف جهاتهم. طيب نحذف هذا اللي قال الصبح ونعطيه بلوك. انا اسف اني اعطيهم بلوك بس والله العظيم عشان اقدر الحق والله. ليش ابيها؟ بقول له في هذا عشان ما يتعلق فيها. في واحد اخذها. بقول له اخذها. توفيق لك. هذا عشان ما اخليه يتعلق. بعطيك الباقي بعدين. طيب انباعت. انباعت. اخ لا اله سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله سبحانك اني كنت من الظالمين. غريبه يعني ترى الوقت هذا مره مناسب يعني الناس صاحي يعني. اوكي طبعا المزاد الحين له ما يقارب اتوقع 20 دقيقه او 25 دقيقه وانا يعني قاعد اتراسل مع الواتس بس انها مرفوعه من زمان. حراج. بعد ما اجمع الناس الغي الاعلان. خلاص شكرا ما بي منك شيء. انت اصلا حرامي. اوكي اكتب اصلا زين. الله يوفقك. بينصدم. الله يوفقك. بينصدم. بينصدم. التوفيق. مع السلامه. احس بتجي صدمه بعد اشوفها قسم بالله. احس بتجي صدمه. طيب خلني ابلكه انا ترى كذا يا جماعه الخير. شوف ايش اسوي عشان تعرفون ايش اسوي تكونوا على بينه عشان ما تقولون. شوف اذا مسكت الجوال قال لي انقلع هذا. اح 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 اي توفيق وانت تسرق الناس انقلع بلوك. الله يوفقك حبيبي. بس ان شاء الله ان شاء الله انك بتشوف المقطع هذا في اليوتيوب وبتشوفه في التيك توك وفي ناس بتاخذه بتنزله في التيك توك وبتمنشني يعني بتقول قناته في يوتيوب زي كذا. بتشوفه وبتنقهر. جي جي حبيبي جي جي. خلاص شوف انا ايش اسوي يا جماعه الخير. ما اقدر اغلط عليه والله. مسح محتوى الدردشه
شاشه تمام. بعدين شو اسوي؟ اسوي حظر جهه الاتصال كذا عشان اخلص منهم. جانا ثاني يقول صباح الخير. هذا ضايع مره. اهلا اهلا، صباح النور. اي صباح حبيبي؟ صباح الله يرحم والديك. وين الصباح؟ وين الصباح يا حبيب قلبي انت؟ وين الصباح؟ شفت اعلانك بحراج. تفضل تفضل يا تاج راسي تفضل. اوعدكم ان هذا المقطع راح اتعب عليه مونتاج صدقوني. سعر بالريال ولا بالدولار؟ السعر بالريال. بالريال طيب، الله يديم الرخص. امين يا رب، امين يا رب، امين يا رب. هالسعر ليه؟ كم تسوى؟ بسوي نفسي مجنون. كم تجيب؟ ليه كم تجيب؟ ممكن كم سعرها؟ كم؟ خلينا نشوف كم تجيب. ممكن يقول لي سعر كذا صدق. خلينا نشوف كم تجيب القناه هذه. انا بكامل، انت بكامل قوتك العقليه. والله لا، بدون والله ادري، انا اعرف. ما ادري كم تجيب، ما ادري كم سعرها. اسف، تقدر بشوف يقدر يوجهني ولا توجهني؟ لان ما ادري كم تجيب. والناس 30 ريال القناه فيها 300,000. كم سعرها طيب؟ كم سعرها؟ تجيب لك 200 ريال. الو، هذا يطقطق علي. 200 ريال. بقول له في واحد قال لي تجيب 10,000. واحد هذا يطقطق، هذا يطقطق تجيب 200 ريال. في واحد قال لي تجيب 10,000. لا لا مو 10,000، نقول له واحد قال لي تجيب 20,000. صدق خوي محتاج قناة زي مواصفات حقتك. طيب اوكي، بقول له 200 ريال حلو. لا انا ابي 30. يا اخي ما ابغى 200 ريال، ابغى 30. يحول قسم بالله العظيم انها بتجي. كذاب ما تجيب. ايه انضغط شوي هو. طيب ما في مشكلة، بس انه بيتفشل لو بعت اياه. طيب بقول له اتصل. لازم يا عيال، في ناس كثير وقسم بالله تقهرني في الاتصال. اتصل علي نتفاهم، اتصل علي نتفاهم. حدا 200 ريال. يلا يلا، انا مجنون، انا مجنون، انا والله العظيم اني مجنون. قسم انت مجنون فيور. اوكي اوكي ركز معي، انت مجنون. هذول قاعدين يكذبون عليك، انت مجنون. اوكي ماشي الحفله، ماشي الحفله. انا بالدوام ما اقدر اتكلم الان. كلكم ما تقدرون تتكلمون، كذابين. تقدرون بس انكم جايين تطقطقون، هذا اللي احس انا. او انهم يبغون، ما عندهم جد. دوام فاضي شكله، وقال خلني اجدول عليه. يب قال فاضي، يلا خلينا ندخل حراج، نتصل على الناس ونشوف ايش عندهم. منا اذا حصل شيء خذنا. هيا ما حصل شيء. بقول بس خوي بياخذها منك صامل. توني توه تكلمني اكل، توه تكلمني، كلمني اكلمك. اوكي جاي موصى. اوكي انا جاهز، انا جاهز. ابيك ابيك وما ابيهم، انا جاهز ابيك. اتصل علي واعطيك المعلومات كامله حقت التحويل. تحويل ابيك وما ابيهم، ابيك وما ابيهم حبيبي شرب. اوكي طيب بخليه يكلمك، لان القناه له. يعطيك العافيه، الله يعافيك. طيب يا جماعه الخير، انا باخذ لي بريك خفيف وبرجع ونشوف عاد شو يصير معهم. والله تعبت، والله العظيم اني تعبت مره. الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، أهلا وسهلا. كيف الحال أخوي؟ بخير، أبشرك علومك. طيب سرك الحال. الله عسى ما زعجناك. لا لا أبدأ، موجود يا حبيبنا، موجود. سم طول لي بعمرك يا أخوي. عرض حساب موقع حراج. ايه يب حساب يوتيوب. يب لك تبغى تشتري؟ نبغى نعرف والله. ابشر انا، هل في جديه يعني بيع الحساب؟ يب مجرد تجي على قولتكم هل السعوديه؟ لا لا يب من جد 30 ريال ليه تجيب اكثر؟ والله يا اخوي حساب يعني اشوف يعني حرام، شخص يتعب على حساب وفجاه يبيع مبلغ بسيط غير الموضوع يكون فيه. بس حبيت السفر لان انا قلت بسوي محتوى حق ولدي، شفت ان حساب قدامي حبيت اتصل و أكثر. يا تاج راس الحساب يعني إيه؟ له متابعين، في يعني مشاهدات اشتراكات. في له متابعين. انا الحين مخفي القناه، انا متاكد انك بحثت عن اسم القناه ما لقيتها. تمام اكيد لابد واحد يتاكد من هالشيء. لا انا مخفي القناه كامله، مخفي القناه كامله. زين. سبب البيع ظروف شوي، يعني ظروف يعني ما عندك وقت يعني تقعد ويعني تفتح اشي جديده عشان المتابعين وغيره. شوف واحد انشغل يعني ما فضل يعني يقابل القناة. شوف عشان ما اكذب عليك، اول شيء انت واضح انك يعني مو صغير. تمام عشان ما اكذب عليك،
عشان ما اكذب عليك. انا جاني سترايك على القناه تمام؟ ايوه. القناه يعني ما تحقق دخل. نزلت في القناه حوالي 500 مقطع تمام؟ ما شاء الله. اي 500 مقطع هذه يعني وصلت 25 مليون مشاهده، 30 مليون حدودها. والله ارقام يعني حلوه، ارقام خياليه يعني. شوف يعني حرام واحد يتعب على قناه ويعرضها للبيع، يعني اذا ما حققت او مسوين عليه شوف اليوتيوب بيتابعهم يراجعهم. شوف بيني وبينك انا يا اخي اسمع، انا بكون معك صادق تمام؟ حربيه من الاخير ارتحت لك انا تمام؟ اهم شيء انا احب الصراحه، انا انسان سيده، احب الشخص اللي اناقشه ولا اتكلم معه يتكلم معي على قولتهم على سوريا دغري. أسمع. يعني ما احب اللف دوران. طيب اسمعني، شوف القناه نزلت فيها كثير انا تمام؟ لها 4 سنوات القناه، اوكي؟ ما شاء الله. اي نزلت فيها كثير كثير مره، انا متاكد يعني لو اوريك القناه بتعرفني تمام؟ ايوه. اي القناة جاها سترايك، والسترايك هذا وقف تحقيق الدخل في القناة كاملة، وفتحت لي قناة ثانية، رحت لي قناة ثانية الحين، والقناة ذيك ما لي حاجة فيها يعني، لأن ما فيها تحقيق دخل يعني، فهمت؟ حرام يعني أصور ذيك يعني، أنت دخلتها ترى ما راح تجيب فلوس من الأخير. السؤال هو شو السبب يعني هذا كله؟ السبب الله يسلمك، شوف دامك أنت بتشتري بقول لك كل شيء. السبب الله يسلمك القناة هذه تمام؟ في يوم من الأيام نزلت فيها مقطع، والمقطع هذا الواحد من اخوياي تمام؟ ايه. ولاحظت بعد فتره انه يعني انه جاها سترايك تمام؟ طيب. قعدت اراجع السترايك هذا، وعلى الفتره ذيك كانت القناه كويسه يعني، ترى كانت ترند يعني في السعوديه، فهمت؟ ما شاء الله. ايه. المهم انه اعطاني سترايك، وكلمت اليوتيوب ما ردوا علي، كلمت محامي، من الاخير كلمت محامي، تبهذلت، قالوا ترى ما في امل، خلاص السترايك هذا راح يبهذل قناتك، على ان المقطع كان عادي بس صارت كذا مشاكل وجاء سترايك، فهمت؟ يعني يوتيوب اخذوها بجديه. اي اخذوها بجديه، فهمت؟ وصلت انزل طيب مع اليوتيوب مع الاداره؟ والله حاولت اتواصل عن طريق الايميل، بس اليوتيوب خلاص كذا اذا جاك سترايك يشيلون منك التوثيق صح، وما تقدر تتكلم شركاء اليوتيوب، فهمت؟ اذا كان السترايك قوي، فهمت؟ ايوه. يب فخلاص يأست منه، والحين فاتح قناه ثانيه. حرام يا اخوي، 4 سنوات يعني مو شويه يعني، واحد 4 سنوات يتعب يا اخي. اقول لك شيء، افضل واحد حرفيا كلمته من بين كل الناس اللي تبي تشتري. الله يسلم يا بعدي. والله شوف انا ما ابغى اضر اي انسان، واحب الخير لنفسي ولغيري يا تاج يعني راسل. انا كلمتك بخصوص اني بعرف شو السبب وتعطيني يعني بعرف شو الموضوع، فهمت؟ يعني شيء عارض حساب مبلغ بسيط، مبلغ ترى ما ينذكر يعني، في اليوم الانسان يدفع فوق 600 700 تعرض مبلغ ما ينذكر حتى، فقلت يمكن يستهبل، خلني ادق له اكلمه اشوف شو موضوعه، واذا انه في جديه، لاني انا كنت بفتح قناه لولدي، قلت بسوي له شيء محتوى. ما شاء الله فالعالم كله الحين يوتيوب يوتيوب يوتيوب، فعندي عيالي انا ما شاء الله 3، وقلت الله يخليهم اصورهم. الله يخليهم. زين يا اخوي، هو موقع اليوتيوب في دبي عندنا صح؟ والله ما ادري، هو اتوقع انا عندنا هني في موقعنا، اخوي عنده قناه ويكلمني يعني اكثر من مره، يصير له مشكله يروح يراجعها في دبي. انا يا طويل العمر والله صراحه ما برضاها عليك يعني، ما برضاها على نفسي ولا عليك يعني، عشان شيء تافه انت بتعرف قناتك ولا تحطمت ولا يعني انقهرت يعني محتوى 500 فيديو وتقول منزل، يعني شيء حرام يعني، انسان يتعب ويجتهد واخرته يعني يصير له شيء تافه، شيء بسيط يقفلون عليه كل شيء. ان شاء الله ربك شوف بيسرها لك، وما ادري يمكن ربك يعني خلاني اتصل لك واعرف موضوعك، ولعل خيره. انا ان شاء الله باذن الواحد الاحد اذا الله احياني باذن الله اني بروح موقعهم في دبي، يعني محلهم ان شاء الله. اي محل مقر متوقع في دبي. حلو. عند بيت عمي هناك، بيت عمي قريب منهم ان شاء الله، وبشوف شو موضوعك انت، شو موضوع القناه، وانا ان شاء الله احاول قد ما اقدر اني افك اللي تقول عنه، ما ابغى اشتري القناه يعني، اسوي خير نفس ما تقول. يا حبيبي انت يا تاج راسي. الله يطول يعني، انت تتعب يعني، انا ما اتخيل يعني موقفك يعني، انا بخلي مكاني في مكانك، انا بتعب على قناه 4 سنين يعني، مو بسيط 4 سنين يا اخي. اخرتها بسبب مشكله تافهه
تحبطني وابيع قناه بشيء. لا حرام، دام في مخرج، دام في امل، في نور، اروح لركض له، وعسى ان شاء الله خير. يمكن ربك خلاني ادق لك. سبحان الله، طلعت علوم قناتك وشو المشكله وشو اللي صار، وانا والله بحاول قد ما اقدر اني ان شاء الله اساعدك. الله يرفع قدرك ويخليك يا حبيبي ان شاء الله، ويخليك. دام ان نقدر، دام نقدر نسوي شيء خير في غيرنا نسويه، نحن مو خسرانين شيء. ولا اللي بقول لك انا بشتري قناتك 30 تك 2000 ولا 50 ولا 30000، وراح انا اكلمهم وافك ايش يسمونه اللي يقول عنه حرام. يعني تعب، تعب انت تعبت كم سنين. انا اجي بردن بردن خلال اسبوع ولا يومين ولا ساعه اخذ قناتك جاهزه موث بعد ما اكلم يوتيوب، شيء يعني حرام. يا تاج راسي قسم بالله العظيم، احلى خبر سمعت اليوم هذا الشيء الاول، وان شاء الله انا من داعمين ابنك اول ما يبدون، اول ما يبدا بس انا خدامك يا حبيبي. دائما دائما ايامك كلها اخبار سعيده يا حبيبي. ان شاء الله باذن الواحد الاحد يا حبيبي، ابدا انا خدامك تحت امرك ابدا يا تاج راسي. الله يعطيك العافيه. عرفت الاخ الكريم ايش الاسم؟ اسمي اسامه او فيوار. اسامه فيوار. عاشت الأسامي، والله تشرفت فيك. عاشت أيامك وياك أبو زايد. أبو زايد وياك، ونعم والله يا أبو زايد، ونعم والله فيك وفهل الإمارات وفهل أبو ظبي وفهل الخليج كلهم. الله يكثر من أمثالك يا حبيبي، وشكرا شكرا بما تعنيه الكلمة. والله يسخر لك ملائكة في السماء وجنود الأرض يا أبو زايد. آمين جميع بإذن الله. وإن شاء الله أنا بتصل فيك، يعني مو كلام مجرد كلام فقط، إن شاء الله بتصل فيك وبروح أراجعهم هناك في دبي بإذن الله. إن شاء الله موضوع إن شاء الله ما يكلف يوم يعني ولا ساعات بإذن الله. طيب يا أبو زايد، خيرة بإذن الله، والخيرة شوفتك يا حبيبي بإذن الله. كنسل الإعلان هذا. أبشر أبشر. بقول لك شيء يا أبو زايد. أسمع بقول لك شيء يا أبو زايد. هذا دليل إنك أنت سئمت من الحساب، كرهت. أسمعني يا أبو زايد، أنا بستأذنك بموضوع. هلا عيوني يا أمرني. يا تاج راسي، أنا ترى قاعد أسجل مقطع وصدق كنت ناوي أبيع القناة. هذه سلسلة عندي اسمها مزاد المطفي. تمام؟ وصدق لو جاري احد بعت القناه، ولوك حولتني الحين اعطيتك القناه. ما ينفع والله، ما ينفع، حرام يا شيخ. الله يسعدك يا حبيبي، يكثر من امثالك ويسعدك دنيا واخره يا رب العالمين. يا تاج راسي، ولنا تواصل باذن الواحد الاحد. باذن الله باذن الله باذن اللي ما تنام عينه باذن الله. ان شاء الله بتواصل معك وبكلمك وبروح ان شاء الله، وما نتعنى عشانك يا تاج راسي. احذف الحين ابشر هذا البيع الخرابيط. ابشر ابشر من عيوني والله، ابشر. الله يرفع قدرك يا حبيبي، لنا لقاء ثاني باذن الله. باذن الله باذن الله. مع السلامه يا مرحبا. مع السلامه. يا جماعه الخير، شيء غير متوقع. الله يعزكم ولا يعز عليكم يا رب، الله يعزكم ولا يعز عليكم. حرفيا احلى خبر سمعته اليوم. الرجال والله بسعالي ما قصر، الله يعطيه الف عافيه. والله خير، سبحان الله الله سبحان الله، من بيعة قناة إلى شخص قال أنا بصلح لك وأروح لك يا مقريتي. الله يسعدكم يا رب، ويسعدك يا أبو زايد. والله ما أدري إيش أقول لكم، وش النهاية الحلوة ذي؟ ألو أحلى أنت شفت القناة حرفيا. أخي وجعور. طيب الله يسعدكم يا جماعة الخير، بيض الله وجهكم. بشوف الرجال هذا إن شاء الله إنه ما يقصر معاي، وحرفيا صنع يومي حرفيا. أول متصل يجيني من الإمارات يبغى يشتري القناة حرفيا. فيا جماعة الخير، هنا وصلنا نهاية مقطع اليوم. ليتس جو. مع السلامة.